بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في لقاء جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على Introduction of the Lymphatic System، مقدمه عن الجهاز الليمفاوي. Learning objectives: After the study of this lecture you will be able to identify general anatomy of the lymphatic system, describe lymphoid tissue and trace the lymph flow through the lymph nodes and the lymphatic vessels, identify the aim of the study of the lymphatic system of the animals in the clinical diagnosis and in the meat inspection. مفترض بعد نهاية المحاضرة نكون عرفنا general anatomy بتاع lymphatic system، عرفنا different lymphatic tissues، عرفنا احنا بندرس الليمفاتيك سيستم ليه علشان الكلينيكال دياجنوس او التشخيص بتاع اصابات الحيوانات اللي تخص الجهاز الليمفاوي زي الانسبكشن بتاع الليمف نودز والبالبيشن بتاع الليمف نودز المختلفه، الغدد الليمفاويه المختلفه، وفي الميت انسبكشن في فحص اللحوم نعرف الليمف نود سليمه عشان نعرف بعد كده اللي هي افكتد او مصابه. دي كلها ليرنينج اوبجكتيفز او اهداف للتعلم من دراسه الجهاز الليمفاوي. الليمفاتيك سيستم بيحتوي على او بيتكون من الليمف سائل الليمفاوي والليمف فيسز اللي هي العباره عن الليمف كابيلاريز والسمول ليمف فيسز واللارج ليمف فيسز والترانكس والداكتس، عباره عن شعيرات ليمفاويه واوعيه ليمفاويه صغيره. بعد كده الاوعيه الليمفاويه الصغيره تصب في اوعيه اكبر، والاخر تصب في اوعيه اكبر خالص بنسميها الداكتس والترانكس او الليمفاتيك داكتس اند ترانكس، بجانب الليمفاتيك اورجان او الليمف اورجان اللي هي عباره عن برايمري ليمف اورجان زي الريب بون مارو والساي، ودول موجودين في الجنين قبل الولاده، والريد بون مارو بيستمر في منطقه الاسترنوم، دول بيسموهم برايمري ليمفاتيك اورجانز او اعضاء ليمفاويه اوليه. في بعد كده السكندري ليمفاتيك اورجانز هنشوفها تباعا اللي هي الديفيوز ليمفاتيك تيشو والليمف نيديولز والسوليتري ليمف نيديولز والليمف نودز والتونسلز والسبلين بجانب الليمفاتيك سيلز. تشريحيا اللي يهمنا في الليمفاتيك سيستم هي الليمف فيسلز اللي هي بتتضمن الكابيلاري والسمول ليمف فيسلز واللارج ليمف فيسلز والترانكس الجذوع الليمفاويه والقنوات الليمفاويه والليمفاتيك اورجانز. فتشريحيا كل اللي بنختص بيه دراسه الليمف فيسلز والليمفاتيك تيشو اند اورجانز. ايه بقى هو الليمف؟ وات از ذا ليمف؟ تفكر شويه كده. الليمف ده عباره عن كلرليس كلير فلويد او كلير كلرليس فلويد بريزنت وذين ليمفاتيك فيسز، عباره عن سائل شفاف وعديم اللون موجود داخل الاوعيه الليمفاويه. جاي منين هو؟ جاي من التيشو فلويد. التيشو فلويدز اللي هي ما تروحش على الفينز او تدخل للفينز الارتري يودي الدم للعضو، والفينز يستقبل هذا الدم بعد ما يودي الاكسجين والنوترنت ماتيريال، ياخد هو ثاني اكسيد الكربون والوست برودكتس الفضلات، ولكن كميه من الانترستيشال فلويد تفضل في التيشو تستقبلها الليمفاتيك فيسلز. فالليمف ده فاضل منين؟ من التيشو فلويد. جاي منين؟ من التيشو فلويدز اللي موجوده في الانسجه نتيجه مرور الدم من الجانب الشرياني للجانب الوريدي داخل الانسجه. هاو زي ليمف فورمد؟ ازاي الليمف بيتكون؟ قالوا ان الانترستيشال فلويد كام فروم ذا بلاد ستريم از ذا كابيلاري اكسشينج سبستانس وذ ذا تيشو سيلز اند فلويد ليفز ذا كابيلاري. ادي الشريان انتهى بقى حاجه اسمها ارتريولز، اداني كابيلاريز، الكابيلاريز دي نقلت السوائل من الدم للانسجه، النسيج ياخد النيوترانت ماتيريال وياخد الاكسجين، وبعدين الفضلات وثاني اكسيد الكربون يخرج على كابيلاريز ثانيه تتجمع وتكون ايه؟ فينيول. خلي بالك تتجمع وتصب فين؟ في الفينيول ده. طب هل كل السوائل اللي جايه من البلازما بتاع الدم ودخلت جوه التيشو هنا تعدي من الارتريال كابيلاري بيد للفينوس كابيلاري بيد؟ لا، في جزء من الفلويدز بتبقى هنا بتتبقى هنا او بيحصل لها ستاجنيشن هنا، تفضل هنا داخل الايه؟ يحصل لها ركود داخل الانسجه هنا او اي عضو بقى، عضله، عضو، جزء من الفلويد يفضل هنا. الجزء اللي فاضل هنا يروح فين؟ يروح على الليمف كابيلاري، يبدا يظهر الليمف كابيلاري هنا تستقبل ما تبقى من السوائل داخل العضو. لو مش موجوده الليمف كابيلاري ده يحصل ايه؟ هيحصل تراكم للسوائل دي، ده يحصل ايه؟ ما يحصل مشاكل كتير جدا. ربنا خلق الاوعيه الليمفاويه عشان تستقبل ما بقى
من السوائل، لان السوائل دي في منها اجزاء فيها لارج بارتكلز، اللارج بارتكلز او الجزيئات الكبيره ما تعديش الكابيلرز اللي ناحيه الفينز دي اللي ناحيه الاورده، فتستقبلها الشعيرات الليمفاويه او الليمفاتيك كابيلرز دي. نتيجه فرق الضغوط او البريشر جراديانت بتوين ذا ارتيريال اند فينس هاف اوف ذا كابيلاري بيد درايف ذا فلويد فلتريتنج فروم ذا ارتيريال اند انتو تو ذا انترستيشال سبيس اند ري ابزوربشن انتو ذا فينس سايد. نتيجه ان الضغط هنا عالي والضغط هنا قليل، ده الهيدروستاتيك بريشر، ضغط الدم عالي في الارتري وقليل فين؟ في الوريد. كده الدم يعدي من الشريان للايه؟ للوريد. ولكن دي تو هاي بلاد بريشر اند لو اوزموتيك بريشر ان ذا ارتريال سايد، في الارتريال سايد ضغط الدم اللي هو الهيدروستاتيك بريشر عالي. طب الدم هنا بيحمل ايه؟ بيحمل نوترنت ماتيريال، بيحمل اكسجين، يعني لو اوزموتيك بريشر، الاسموزيه بتاعته قليله. في الجانب الوريدي بقى العكس، في الجانب الوريدي هنا هاي اوزموتيك بريشر، ولكن البلاد بريشر هنا ايه؟ لو. يبقى هنا البلاد بريشر هاي وهنا البلاد بريشر لو، هنا الاوزموتيك بريشر لو وهنا الاوزموتيك بريشر هاي. نتيجه فرق الضغوط ده ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ان مش كل السوائل اللي جايه من الارتري تروح للفين، بعض السوائل تبقى هنا فين؟ في التيشو، تبقى في العضله، تبقى في الجلد، تبقى في اي مكان فيه كونكتيف تيشو. النسيج الليمفاوي موجود في اي منطقه فيها كونكتيف تيشو، يبقى جزء من السوائل داخل الانترستيشال سبيس ده. السوائل دي بتبقى دائما لارج بارتيكل او السايز بتاعها بيبقى كبير، ما بتدخلش للفينوس كابيلاري. يبقى السوائل اللي هي تبقى هنا البارتيكلز بتاعتها كبيره ما تعديش للفينوس سايد، ولكن تستقبلها ايه بقى؟ اهو ذا بارت اوف ذا انترستيشال فلويدز ويتش داز نوت انتر ذا فينوس كابيلاريز ديو تو لارج بارتيكولار سايز او بارتيكل سايز انتر ذا ليمفاتيك كابيلاريز اند فورم ذا ليمفي. يبقى الفلويد او الانترستيشال فلويدز اللي هي جزيئات كبيره وما دخلتش على الفين تستقبلها الايه؟ الليمفاتيك كابيلاريز او الشعيرات الايه؟ الليمفاويه. يبقى نقدر نقول ان الليمفاتيك سيستم ما هو الا اكسسوري فينوس سيستم، يعني جهاز وريدي مساعد او بارل تو ذا الفينوس سيستم، زي ما شفت بقى عند دلوقتي ادي الارتريال سايد وادي الفينوس سايد. كل السوائل اللي هتيجي من الارتريال سايد دخلت على الانترستيشال فلويدز هنا وانترستيشال سبيس هنا على النسيج، تخيل هنا عضله، تخيل هنا جزء جلدي، تخيل هنا اي عضو، دخلت الميه ودخل الاكسجين ودخل النيوترنت ماتيريال وخرج ثاني اكسيد الكربون والميه، اللارج بارتكلز اللي بقت هنا تستقبلها الفينوس كابيلاريز بالشكل ده كده اهو. الفينوس كابيلاريز ظهرت اهي، بدات تظهر هنا الارتريال سايد والفينوس سايد، اللارج بارتكلز دي تدخل فين؟ ربنا خلق ليها الفينوس كابيلاريز هنا بدات تدخل ايه فيها، لانها ما دخلتش ناحيه الفين، ما مشيتش من الارتر الفين، لارج بارتكلز حصل لها تراكم داخل انترستيشال ايه سبيس هنا، فجزء من انترستيشال فلويد يعدي في الفين والجزء اللي فاضل فيه لارج بارتكلز او جزيئات كبيره تعدي للايه؟ للكابيلاريز، الليمفاتيك كابيلاريز. ادي الارتريال سايد وادي الفينوس سايد وادي الليمفاتيك كابيلاريز، استقبلت الجزء من الانترستيشال فلويد او السائل البيني اللي اتكون هنا وخدته عشان بعد كده هيعدي على ليمف نود وهيعدي على ترانك وهيعدي في الاخر يصب فين؟ يصب في الفينوس سايد في الفينا كافي بالشكل ده كده اهو. ادي الليمفاتيك كابيلاري وادي الارتريال سايد وادي الفينوس سايد، الجزء من الانترستيشال فلويد اللي بيبقى هنا بتستقبله ايه بقى؟ تستقبله الليمفاتيك كابيلاري، والليمفاتيك كابيلاري تمشي في الفيسلز وتعدي على مجموعه من الليمف نود والاخر بتصب فين؟ بتصب في الفينز. فهو جهاز وريدي مساعد، الجزء الذي لم يمتص من السائل البيني في الانسجه او في النسيج البيني، يبقى السائل البيني فين؟ الانترستيشال فلويدز في الانترستيشال سبيس، يعدي يحصل له امتصاص بالكابيلاريز دي، الكابيلاريز دي تمتصه اللي هي الليمفاتيك ايه؟ كابيلاريز. يبقى اسينشالي ادرينج سيستم اكسسوري تو ذا فينوس اي سيستم، يبقى هو عباره عن اكسسوري درينج سيستم للفينوس اي سيستم، يبقى جهاز الليمفاوي ما هو الا جهاز وريدي ايه؟ مساعد. اللارج بارتكل ذات از اسكيب انتو تيشو فلويدز كان اونلي بي ريموفد فيا ذا ليمفاتيك سيستم،
ادي الهارت، ادي الارتيريال سايد، وادي الفينوس سايد اللي راح سبق. الدوره الدمويه تكمل سواء بقى يا سيستميك سيركوليشن كملت والبلمونري واول اخره، ولكن على مستوى الانسجه يبقى جزء من الفلويدز داخل النسيج. الفلويدز دي لو اتسابت هيحصل لها استجنيش، هتركض في داخل النسيج، يحصل اديما داخل النسيج، يحصل تورم في النسيج. ايه اللي يستقبل هذه المواد؟ هي الليمفاتيك كابيلرز. المواد دي اتكونت ليه او تراكمت جوه العضو ليه او بقت في المنطقه دي ليه؟ علشان فرق الضغوط، لان في الارتيريال سايد البلاد بريشر عالي، في الفينوس سايد البلاد بريشر قليل. في الارتيريال سايد الاوزموتيك بريشر قليل، انما في الفينوس سايد الاوزموتيك بريشر عالي. نتيجه البريشر جراديانت او فرق الضغوط دي في الكارديوفاسكولار سيستم سواء ارتيريال سايد او فينوس سايد عمل ايه؟ عمل تراكم لبعض الفلويدز داخل، او ان بعض الفلويدز بيحصل لها ستاجنيشن داخل الانسجه. الفلويدز او الانترستيشال فلويدز دي تستقبل بايه؟ بالليمفاتيك سيستم، بقى الليمف كابيلس تستقبلها وتنقلها وتمشي في مسارها لحد ما تصب في الاخر فين؟ زي ما حضرتك شايف كده في الفينز. يعني هو عباره عن اكسسوري فينوس سيستم. الفانكشن بتاعت الليمف ري ابزورب اكسس انترستيشال فلويد، بيمتص الزايد من الانترستيشال فلويد اللي بقى داخل الانسجه وريتيرن انتو ات انتو ذا فينا سيركوليشن، ويرجعه للفينا سيركوليشن زي ما انت حضرتك شايف، يرجعه باتجاه الجنرال سيركوليشن. ادي الفلو اوف ذا ليمف، وخد الانترستيشال ايه فلويد من التيشو فلويدز اللي بقت داخل التيشو، امتصها الايه الكابيلرز او الليمف كابيلرز، او منتين بلاد فوليوم، وده بيحافظ على حجم الدم، لان لو تراكم السوائل اللي هي جايه من الدم اصلا، جايه من الارتيريال سايد للاورجان للفينوس سايد، لو بقى حجم الدم هيقل، ايه اللي يحافظ على حجم الدم؟ الليمفاتيك سيستم. بريفنت ذا انترستيشال فلويد لي فروم ريزنج اوت اوف كنترول، بيمنع الزياده في مستوى الانترستيشال فلويد داخل الاعضاء. ترانسبورت داتور الليبيدز، ترانسبورت ثرو لاكتيلز، اللاكتيلز دي عباره عن كابيلرز موجوده، ليمفاتيك كابيلرز موجوده في الامعاء بينقل من خلالها الليبيدز. درين انتو لارج ليمفاتيك فيسلز ايفينشوالي انتو ذا بلاد ستريم، يبقى بينتقل الليبيدز من الامعاء عن طريق كابيلرز بيسموها اللاكتيلز، في ينتقل للدم الدياتوري ليبيدز. ليمفوسايت ديفلوبمنت اند اميون ريسبونس، له دور كبير جدا في الاميونيتي، ودي هتدرسها تفصيلا في البكتيريولوجي، الاميونيتي ريسبونس بتاع الليمف سيلز اللي موجوده والليمفوسايتس بالديفرنت تايبس بتاعتها والاميون رياكشن بتاعها. الفانكشن بتاعته مختلفه زي ما حضرتك شايف، الليمفاتيك تيشو والليمف فيسلز موجوده منتشره في جميع انحاء الجسم باستثناء بعض الاماكن هنقولها في اخر المحاضره. زي ما حضرتك شايف البرين اهوت ما فيهوش اي ليمف فيسلز، لانه مفيش نسيج كونكتيف تيشو، حيث تواجد الكونكتيف تيشو تواجد النسيج الليمفاوي، انما البرين اهوت ما فيهش ليمفاتيك، انما المننجيس اللي حواليه، الاغشيه اللي حواليه فيها ليمفاتيك، انما هو البرين نفسه ما فيش ايه ليمفاتيك. المتن بتاع او البارانكيميتاس بارت بتاع الاورجان ما فيش ليمفاتيك، فنلاقي الليمف ده منتشر في اجزاء الجسم يمنع تراكم الانترستيشال فلويد، له اميون افكت بيساعد على انتقال الدياتوري ليبيدز من الامعاء عن طريق اللاكتيلز او القنوات اللي هنشوفها تباعا دلوقتي داخل الامعاء. الموفمنت بتاع الليمف، الموفمنت بتاع الليمف بتبقى باسيف موفمنت فروم بريفري تو ذا سنتر، من الاطراف لحد الداخل، زي ايه؟ زي الفينوس، الفينوس ريتيند بيجمع الدم من الخارج وبعدين يدخل للقلب من الداخل عن طريق الفين، بس الموفمنت بتاعته بتبقى باسيف موفمنت من الخارج للداخل زي ما حضرتك شايف كده، من بره لجوه. الموفمنت بتاعته بتعتمد على الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا تيشو فلويد درايفد انتو ذا ليمفاتيك كابيلاري. الدم زي ما قلنا ماشي من الشريان للوريد، الضغط ده يساعد على حركة الليمف اللي هو الفلويد اللي بقى هنا خلال الليمفاتيك كابيلرز والليمفاتيك فيسل. يبقى الهيدروستاتيك بريشر ضغط الدم ممكن بيساعد، ضغط الدم جزء من المساعدة في حركة الليمف. طب ايه تاني ممكن يساعد في حركة الليمف؟
اهو ضغط الدم يساعد في حركه الليمف، ضغط الدم ما بين الارتر والفين الجزء اللي اتبقى هنا يخلي الفلويد او التيشو فلويد اللي اتبقت هنا لارج بارتكلز تعدي داخل الليمفاتيك كابيلرز فالليمفاتيك فيسز، والاخر برضه هتصب في الوريد او الجانب الوريدي من الدوره الدمويه. الماسكولار اكتيفيتي لارجلي انفلونس ذا موفمنت اوف ذا ليمف ثرو ذا ليمفاتيك فيسز، حركه العضلات او الحركه العضليه، الحركه العضليه اما فيسيولوجيكال موفمنت التريمورز بتاع العضلات انقباض العضلات ده بيخلي الليمف يتحرك زي ما حضرتك شايف كده، يخلي الليمف يتحرك داخل الاوعيه الايه الليمفاويه والشعيرات الليمفاويه، يا ايه فيسيولوجيكال موفمنت زي الاكشن اوف سكيليتال ماسلز زي الريسبيريشن موفمنت حركه التنفس بتساعد على يعني انت بتتنفس دي حركه فسيولوجيه ولكن بيساعد على حركه الليمف اللي موجوده الاوعيه الليمفاويه اللي موجوده في الصدر والبطن، زي السموث ماسل بتاع اللارج ليمفاتيك فيسلز العضلات اللي موجوده في اللارج ليمفاتيك فيسلز بقى السموث ماسل اللي موجوده فيها منقبضات بتساعد على حركه الليمف، الفالفز ان ذا ليمفاتيك فيسلز الصمامات اللي موجوده دي تساعد على الحركه اللي يمشي في اتجاه القلب ما يرجعش تاني، دي كلها فيسيولوجيكال موفمنت زي البريستالتيك موفمنت الحركه الدوديه للامعاء والجي اي تي كلها بيساعد على حركه الليمف، بس الليمف بيتحرك كده بس يا جماعه مش هو اللي بيتحرك ده حاجه تانية بيتحركوا. في باثولوجيكال موفمنت زي الانفلاميشن اتخبطت في اي مكان حصل تورم، التورم ده يضغط على الليمفاتيك فيسل فيساعد اي انفلاميشن في الجسم يضغط على الليمفاتيك فيسل ممكن ده يبقى يساعد في حركه الايه الليمف. المساج لو عملنا مساج ده نوع من حركه للليمف، الليمف فيسلز عباره عن الليمفاتيك كابيلاري والليمف كولكتنج فيسلز، الليمف كولكتنج فيسلز دي تفتح على ليمف نودز يخرج منها الليمف فيسلز تاني، فعندنا بعد كده تتجمع الليمف فيسلز الصغيره دي في ليمف ترانكس، الليمف ترانكس دي تصب في ليمف داكت اكبر شويه، بعد كده الليمف داكتس وترانكس دي تصب فين في الفين. يبقى بدانا بكابيلاري، كابيلاري بالشكل ده يمشي فيها الليمف تصب في ليمف فيسل، ليمف فيسل يعدي على ليمف نود والليمف فيسل دي تتجمع وتكون ترانكس، الترانكس تتجمع وتكون داكتس، والداكتس دي في النهاية تصب فين؟ تصب في الفينز بالشكل ده كده. ادي كابيلاريز ليمفاتيك كابيلاريز اتجمعت في فيسلز كولكتنج فيسلز كولكتنج فيسلز اتجمعت في ترانكس، الترانكس دي في النهاية والداكتس دي تصب فين؟ تصب في الفينز. يبقى احنا بدأنا من الليمف فيسلز زي الأوردة بالظبط، الليمف فيسلز عبارة عن كابيلاريز الاول، بعد كده سمول ليمف فيسز او كولكتنج ليمف فيسز تتجمع وتعدي على ليمف نودز، تتجمع في الاخر داكتس وترانكس وتصب فين؟ وتصب في الفينز. بعد كده الليمف كابيلاريز فيتشرز اوف ذا ستراكشر، الليمف كابيلاريز عباره عن ايه؟ عباره عن بلايند اند، بلايند اند نهايتها مقفوله، سنجل لاير اوف اوفرلابنج اندوثيليال سيل عباره عن خلايا اطلاقيه اوفرلابنج متراكبه على بعضها بالشكل ده كده، يبقى هي بلايند اند تيوب اهي عباره عن اوفرلابنج اندوثيليال ايه سيل، يدخل الفلويد ما بين الخلايا دي ويمشي داخل الايه الكابيلاريز دي بالشكل ده كده. مور بيرميبل زان بلاك كابيلاري، هي اكثر نفاذيه من البلاك كابيلاري، البلاك كابيلاري اقل نفاذيه من الليمفاتيك كابيلاري، الليمفاتيك كابيلاري الخلايا ما بينها سبيس تسمح بدخول وخروج الايه المواد، لان احنا قلنا ان اللارج بارتكلز اللي موجوده في الانترستيشال تيشو ما تعديش للفينز تعدي للايه للليمفاتيك، فهي بتبقى مور بيرميابل زانز بلاك كابيلاري، او ادي البلاك كابيلاري جواها الريد بلاد سيلز ودي الليمفاتيك كابيلاري، بتبقى مور بيرميابل وجواها فالفس كتير جدا، فالليمفاتيك كابيلاري بتبقى بمور بيرميابل او اكثر نفاذيه من البلاد كابيلاريز. ابسنت فروم افاسكولار ستراكشر، مش موجوده في البرين ولا السباينال كورد والسبلينك بالب وبون مارو، هنقول في اخر المحاضره الاماكن اللي مش موجود فيها ليمفاتيك، الليمفاتيك كابيلاري اللي هي اللاكتيلز سمول انتستين كونتين سبيشال تايب اوف ذا ليمفاتيك كابيلاري كولد لاكتيلز، يبقى الامعاء فيها كابيلاريز خاصه بيها بيسموها ايه؟ بيسموها اللاكتيلز، اللاكتيلز دي بتعمل بيك اب نوت اونلي تو انترستيشال فلويد بات اولسو تو دايتوري ليبيد اند ليبيد سوليوبل فيتامينز، يعني الشعيرات الليمفاويه اللي موجوده داخل الانتستين او الامعاء بيسموها ايه؟ يسموها لاكتيلز،
هي فايده الشعيرات الليمفاويه انها تستقبل الفلويدز اللي فاضله من الدم. طب هي بتستقبلها بجانب ايه بقى كمان؟ بجانب الدياتور اللي بتزق الدهون اللي امتصت هنا في الامعاء تدخل على الايه؟ على اللاكتيز او الشعيرات الليمفاويه اللي هي داخل الامعاء دي، وكمان ايه؟ وكمان الفيتامينات اللي دايبه جوه الدهون. فاللاكتيلز دي عباره عن ليمفاتيك كابيلاري بس موجوده فين؟ لما اقول كلمه لاكتيلز يبقى هي عباره عن ليمفاتيك كابيلاري بس موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في الانتستين، في السمول ايه؟ انتستين. The lymph of this area has milky color due to the lipid and is also called chyle. الليمف اللي موجود في المنطقة دي بقى في اللاكتيلز دي يسموه ايه؟ يسموه كايلي. تمام؟ ليه؟ لأن لونه ابيض ميلكي، لأن هي امتصت ايه كمان؟ خدت ايه كمان جواها؟ خدت الليبيدز والليبيد سوليابل فيتامينز دخلتها ايه جواها. يبقى اللاكتيلز دي اللي هي جوه الأمعاء تمتص ايه؟ تمتص الليبيدز، تدخل الليبيدز عليها والفيتامين اللي دايبه في الليبيدز، ولذلك تلاقي لونها ميلكي ويسموها في الوقت ده ايه؟ لاكتيلز. يسموها ايه؟ لاكتيلز. اللي جوه الامعاء اهي لاكتيلز، انما شايف اللي في اي مكان تاني مدينا حتى لون اخضر لانها جواها الليمف فلويد. فاللاكتيلز دي جوه الايه؟ اللي هي الليمف كابيلاري اللي موجوده جوه الامعاء. الليمف فيسلز فيتشر اوف ستراكشر اوف بلاد فيسلز 3 layered wall but thinner than the vein. هو نفس الطبقات بتاعت الفين ولكن الول بتاعته بتبقى اقل سمكا من الايه؟ الفينز. بتبقى thinner than veins او ارفع من الايه؟ من الفينز. more numerous valves than the veins. الفالفز او الصمامات بتبقى منتشرة في الليمف فيسز اكتر من الاوردة. interposed by lymph nodes at interval. بتلاقيها زي ما شفنا في الصور السابقة ليمف فيسل وداخل على ليمف نود وطالع ليمف فيسل تاني. الرينج ان سوبرفيشال اند ديب سيتس موجوده سطحيه وموجوده عميقه داخل الجسم. ادي الليمف فيسلز ودي الفالفز جواها. الول بتاعتها بتبقى سين ودي الليمف كابيلاري وده الليمف فيسلز. الليمف فيسلز الكوليكتنج فيسلز دي بتبقى الول بتاعتها بتبقى ايه؟ سين عن الفين. الليمف ترانكس زي الثوراسيك داكت عندنا في ليمف ترانك او جزع ليمفاوي بنسميه الثوراسيك داكت وده الميل ليمفاتيك داكت درين ذا ليمف فروم ذا بادي. اللي حضرتك شايفه ده الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت ده عباره عن لارج ليمف ترانك كده خارج من انتفاخ او ساك كولد سيسترنا كايلي. سيسترنا كايلي دي يخرج منها الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت دي تروح تصب فين يا جماعه؟ تروح تصب في الكرينيال فينا كافه، تصب عند القلب. الثوراسيك داكت دي خارجه منين؟ من السيسترنا كايلي في ناحيه الايه؟ الليفت. وتصب فين في الليفت سايد؟ تصب في الكرينيال فينا كافه. ده اول لارج ترانك موجود في الجسم اسمه الثوراسيك داكت. اهو الثوراسيك داكت اهي، ادي سيسترنا كايلي وخرج منها على الليفت سايد الثوراسيك داكت وتروح تصب فين؟ في الكرينيال فينا كافه. شايف حضرتك الابيض ده كده؟ دي الثوراسيك داكت. يبقى خرجت من السيسترنا كايلي كانتفاخ كساك على الليفت سايد بتاع الابدومين اللارج ليمفاتيك ساك وخرجت وتروح تصب فين؟ في الكرينيال فينا كاف. دي بيسموها الثوراسيك داكت. في عندنا رايت ليمفاتيك داكت. الرايت ليمفاتيك داكت سيميلر بات سمولر ليمفاتيك داكت كولكتنج ذا ليف فروم ذا كرينيال بارت اوف ذا رايت سايد اوف ذا بادي. ادي الرايت ليمفاتيك داكت اصغر من الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت الكبيره دي اللي هي خارجه من السيسترنا كايلي، وادي الرايت ليمفاتيك داكت تعمل تجميع لللمف من الرايت سايد بتاع الكرينيال بارت. دول ترانكس او لارج ترانكس في الجسم، الرايت ثوراسيك داكت وسوري الثوراسيك داكت والرايت ثوراسيك ايه والرايت ليمفاتيك داكت، دول اتنين لارج داكتس موجودين. دي الثوراسيك داكت اهي طالعه من السيسترنا كايلي، الاتنين لارج ترانكس بار. الليمفاتيك تيشو عندنا سجة الليمفاويه اللي موجوده يا اما تبقى ديفيوز ليمفاتيك تيشو او ليمف نيديولز. ده الديفيوز ليمفاتيك تيشو عباره عن ليمفوسايت منتشره بالشكل ده داخل الكونكتيف تيشو زي ما هنشوف صور تبع ليها، يا اما تتجمع كده في ليمف نيديولز يسموها ليمف نيديولز، يا اما الليمف نيديولز دي اجريجيتد بالشكل ده كده يعني خلايا الاول منتشره اتجمعت كونت ليمف نديول. الليمف نديول يا اما تبقى متجمعه كده يا اما معزوله كده، فدي اجريجيتد ليمف نديول دي سولاتري ليمف نديول. السولاتري ليمف نديول دي لوحدها مجموعه من الخلايا اتجمعت في عقيدات منفصله كده، يا اما تبقى اتجمعت في
الامعاء فيسموها بايرز باتشز، او اتجمعت في اماكن يسموها التونسلز زي الفارينجيال تونسلز لوز، يا اما عملت بقى استراكشر كبير قوي يسموه الليمف نودز، يسموه الليمف نودز، يا اما في صوره اورجانز زي الاسبلين والسايموس، دي الديفرنت ليمفاتيك تيشو اللي موجوده في الجسم، يا اما تبقى ديفيوز انفلتريشن خلايا ليمفاويه منتشره، يتجمعت في صوره نيديوز زي ما حضرتك شايف بالشكل ده كده، اتجمعت في الانتستين فعملت حاجه اسمها البايرز باتشز، تجمعات ليمفاويه في الامعاء، يا اما عملت تونسلز، يا اما عملت عقد ليمفاويه يسموها الليمف نود، يا اما اورجان زي السايموس والاسبلين. الديفيوز ليمفاتيك تيشو از فاوند ان زيلوس كونكتيف تيشو سبيسز بنايس موست ويت epithelial membrane that lines gastrointestinal tract and respiratory system. ده عبارة عن خلايا لمفاوية او لمفوسايت منتشرة داخل النسيج الضام بالشكل ده كده، diffuse infiltration من اللمفوسايت، او diffuse infiltration من اللمفوسايت دي عبارة عن histological section اهو، عبارة عن connective tissue منتشر فيه ايه لمفوسايت، منتشر فيه لمفوسايت، ده يسموه diffuse lymphatic tissue. طب لو اتجمعت بقى هذه الخلايا في صورة ايه نوديولز كده، او بس ما فيش حواليها كبسول، يا جماعة اتجمعت الخلايا بس كده، عملت ايه؟ عملت نوديول بالشكل ده، عبارة عن نون كابسوليتد سينجل اور اجريجيتد اوفال كلاستر اوف ذا ليمفوسايت ويز سام اوف اكسترا سيلولار ماتريكس ذات ار نوت سراوندد باي ا كونكتيف تيشو كبسول. هو عبارة عن تجمع للخلايا الليمفاوية بدون كبسول، سموه ايه؟ نيديول. يبقى الخلايا كانت يا اما منتشرة لوحدها فبقت ديفيوز، اتجمعت مع بعضها بس ما حولهاش كبسول، سموها ايه؟ الليمفاتيك نيديولز بالشكل ده كده، الليمفاتيك نيديولز، الليمفاتيك نيديولز اهو، ده الليمفاتيك نيديولز عبارة عن اجريجيشن للخلايا، انما لو منتشرة بالشكل ده يسموها ايه؟ ديفيوز، انما جمعت في الشكل ده كده بس ما حولهاش كبسول يسموها ايه؟ الليمفاتيك نوديولز، او ده الليمفاتيك نوديولز. سوليتري ليمفاتيك نوديولز عباره عن بين بوينت تو بي سايز نوديول ار يوجوالي فاوند سب ابيثيليالي ان ذا ميوكوس ميمبرين اند ار نيومرس ان ذا انتستينال تراكت، عباره عن تجمع للخلايا الليمفاويه عملت نوديول بس هو منعزل لوحده، مش في اجريجيشن، مش تجمع للليمف نوديولز جنب بعضها، وده بيبقى موجود في الانتستينال تراكت، كل واحد معزول لوحده وانكابسوليتد، مفيش نون كابسوليت، ما حواليش كبسول، فده بيسموه سوليتري ليمف نيديولز اور فوليكل. الفوليكل اتجمعت دي الخلايا الليمفاويه اتجمعت مع بعضها بس ما حولهاش كبسول. البايرز باتشز النوديولز دي تتجمع مع بعضها فتكون لارج ستراكشر يسموها ايه بقى؟ ميوكوزا اسوشيتد ليمفاتيك تيشو، بيرمزوا لها بالمالت اللي هي الام اي ال تي اور تونسلز. Very prominent in the mucosa of the small intestine and primary in the ileum. الليمفاتيك نيديولز اللي هي عبارة عن تجمع للخلايا الليمفاوية بس ما حولهاش كبسول، لما تجمع مع بعضها في جدار الانتستين تكون لي اجريجيشن من الليمف نود يسموها ايه؟ يسموها البايرز باتشز او المالت، اللي هي ميوكوزا اسوشيتد ليمفاتيك تيشو. هي ميوكوزا ليه؟ لانها تحت الميوكوزا، جوه الميوكوزا ايه؟ اسوشيتد، مرتبطة بالميوكوزا، وهي ليمفاتيك تيشو لانها عبارة عن ليمف نيديولز، ليمف ايه؟ نيديولز. يبقى البايرز باتشز عبارة عن ليمف نيديولز اجريجيتد في الميوكوزا بتاع عليه الانتستين بالشكل ده كده، عباره عن ليمفاتيك نيودز متجمعه بعضها عملت اجريجيشن، اهي الليمفاتيك نيودز عملت لي ما يسمى بالبايرز باتشز، بايرز ايه؟ باتشز. التونسلز عباره عن كلاستر من الليمفاتيك سيلز اند كسترا سيلولار ماتريكس نو كومبليتلي سراوند باي كونكتيف تيشو كبسول كونسيست اوف ذا مالتيبل جيرمينال سنتر اند كريبتس سيفرال جروب اوف تونسلز form a protective ring around the pharynx زي الفارينجيال تونسلز والبلاتين تونسلز واللينجوال تونسلز، عبارة عن aggregation من الليمف نيديولز حواليها incomplete layer من الكبسول، وده في بعض اماكن في الجسم زي الفارينكس والبالتس في الحلق وفي البلعوم وتحت اللسان، ده كلها عملت لوز
تجمع للعقيدات او النوديولز الليمفاتيك نوديولز في الميوكوزا بتاع هذه الايه الاعضاء. فكونت لي فارينجيال تونسلز او الادينويدز والبلاتاين تونسلز في الاورال كافيتي واللينجوال تونسلز في البوستيريور سيرد بتاع التانج. في التانج في تحت اللسان في اللينجوال تونسلز او اللوز اللسانيه واللوز البلعوميه واللوز الحلقيه. دي كلها عباره عن اجريجيشن من الليمفويد نوديولز بالشكل ده كده. عند الفارنكس فارينجيال تونسلز اهي, ودي البلاتين تونسلز واللينجوال تونسلز عباره عن اجريجيشن للليمفويد نوديولز. الليمف نودز دي عباره عن سمول راوندد اور اوفال بين شيب بوديز, اي زي ما حضرتك شايف كل دي عقد بيسموها الليمف نودز. عقد 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 عقد, مجموعه من العقد منتشره في الجسم. Located along the pathway of the lymph vessels, منتشرة على مسار الأوعية الليمفوية. كل اللي حضرتك شايفه دي عبارة عن الليمف ايه نودز. الليمف نودز typically found in clusters, دائما موجودة في مجموعات, وكل مجموعة هنسمها بعد كده lymph center. Receive lymph from many body regions, كل مجموعة بتستقبل الليمف من أجزاء الجسم المختلفة. نلاقي في لينف سنتر أو لينف نودز موجودة في الهيد, موجودة في الثوراسك لمب, موجودة في منطقة الثوراكس الأبدومن البلفيك لمب. اللينف نود أر أورسو فاوند إنديفيدوالي ثرو أوت ذا بادي تيشو, ممكن تبقى موجودة سوليتري في حتة منعزلة في الجسم لوحدها أو موجودة في كلاسترز. اللينف كوليكتد فروم ديفرنت بارتس أوف ذا بادي ماست باس ثرو وان أور مور لينف نودز تو بي سيفد before return back to the circulation. الليمف اللي متجمع من الليمف فيسلز هنا يعدي على عقد او اتنين على الاقل قبل ما يرجع للجنرال سيركوليشن. احنا قلنا ده كله هيصب فين في الاخر, في الفينز مش كده. الفيتشرز بتاع الليمف نود ار فورمد فروم كورتكس ومضله, بتكون من كورتكس والجزء الداخلي ده المضله, يبقى القشره والنخاع. دي القشره وده الايه النخاع. في ما يسمى بي الافرنت ليمفاتيك فيسلز انتر ذا ليمف نودز فروم ذا كونفكس سايد اوف ذا كبسول. شايف حضرتك الاوعيه اللي داخله دي بيسموها ايه؟ بيسموها افرنت فيسلز, وعاء وارد ليها. وارد يعني جايب لها, جايب لها, مش هي دي موجوده هنا في الانترستيشال فلويدز والفيسلز جاي لها, فده يسموه افرنت ليمفاتيك فيسلز. جمع الليمف من الانترستيشال فلويدز وجابوا لي العقده الليمفويه ده, فده يسموه افرنت فيسلز. بيدخل من الكونفكس اسبكت من عند الكورتكس كده. الافرنت ليمفاتيك فيسلز ليف ذا ليمف نودز ات اتس هايلس, المنطقه دي سموها الهايلس, عامل شبه الكيدني شيب اهي. ده منطقه الهايلس يخرج الافرنت ليمفاتيك فيسل وذ افرنت فيسل انترنج ات ذا بريفري اند افرنت فيسلز ايمرج ات ذا هايلس. يبقى ده داخل من بره وده خارج منين؟ من جوه منها. ديفايدد انتو سوبرفيشال اند ديب جروبس, الليمف نودز بتنقسم ليه, في منها مجموعه بتبقى سوبرفيشال ومنها بتبقى ايه ديب. يبقى عندنا دلوقتي الليمف نود اهي بتاخد شكل البين شيب اهي, لها ايه, لها اوبيه شيب كده, بتاخد لها كورتكس ولها ايه مضلة. هنا الافرنت فيسلز داخل من الكونفكس اسبكت والافرنت بيخرج من عند الايه الهايلس. ادي الكبسول بتاعتها, خلاص بقى الليمفويد تيشو هنا كابسوليتد يعني حواليه كبسول, وهنا سب كابسولار ساينس, في سب كابسولار ساينس, وبعدين الافرنت فيسلز داخله من الكونفكس اسبكت, وهنا منطقه الهايلس بتاعتها داخلها الارتري وخارج منها الفين وداخل لها النيرف. يخرج الايه الافرنت بقى, الافرنت فيسلز بتاعتها الوعاء الصادر بقى, هو ده كان وارد ليها جايب لها الانترستيشال فلويد, يبدا يحصل له تصفيه داخل العقده الليمفويه هنا ويخرج السائل بعد كده كايه كافرنت ليمفاتيك فيسز. الليمف اللي اتفلتر هنا يخرج عن طريق الافرنت فيسز, يروح فين؟ يروح الليمف فيسز ده يتجمع مع بعض ويكون ترانك يصب في الفين بالشكل ده كده اهو. دخل الافرنت وخرج الايه الافرنت. بص حضرتك معايا, ادي الافرنت ليمفاتيك فيسلز جمع الليمف من انترستيشال فلويدز, دخل على الساب كابسولار ساينس, بعد كده دخل للكورتكس اتجمع وخرج كايه كافرنت فيسلز. لو بدانا في حركه الليمف هنا, ده ايه؟ ده افرنت فيسلز. بدانا من الافرنت ليمفاتيك فيسلز, يدخل على افرنت ديليفرز ليمف تو زي ساب كابسولار سبيس, يروح للساب كابسولار سبيس اللي هو المكان اللي تحت الكبسول ده اللي بره الاخضر ده, اللي هي الكبسوله المحفظه بتاعه العقده الليمفويه دي اهو. بعد كده يروح للايه للاوتر كورتكس,
ويدخل على الديب كورتكس ويروح للكورتكس الخارجي وبعدين يدخل على الديب كورتكس، بعد كده كونتينوس تو زي اي مدلل ساينس يدخل على المدلة، بعد كده يكمل كايه يكمل يمشي فين الليمف، بعد كده في الافرانت ليمفاتكس، ده الباس اوف زي ليمف فلو ثرو زي ليمف نود. يبقى بدأنا من افرانت فيسلز، دخل على الكابسولار ساينس المنطقه الفراغ اللي تحت الكبسول دي، كمل ودخل على الكورتكس سواء في السوبرفيشال لير بتاعته او الديب لير، بعد كده دخل على المظله وكمل ومشي الليمف اللي اتفلتر هنا. هو ده جايب ايه؟ ده جايب الانترستيشال فلويدز اللي هو فيه لارج بارتكلز وفيه باثوجين وفيه ووستس، تمام، اللي هو كان موجود في الانترستيشال سبيس هنا، جمعه ودخله بالشكل ده زي ما حضرتك شايف كده. عندنا ما يسمى بالهيمال نودز، الهيمال نودز دي بيسموها الاكسسوار سبلين، دي ريزيمبل تو ذا ليمف نود بات فيلد وذ بلاد. الليمف نود اللي حضرتك شفتها دي كانت مليانه بايه؟ بتملأ بايه من الداخل؟ بليمف كلرليس فلويد، يعني اللي ماشي جواها عباره عن كلرليس فلويد. انما الهيمال نودز دي لونها داكن، ده الاحمر الداكن او البني اللي حضرتك شايفه ده جوه اللحمه، ده دي عباره عن ايه؟ عباره عن هيمال نودز. زي هاف نو افرنت اور افرنت، ملهاش لا افرنت ولا افرنت، مش زي الليمف نود العاديه. The lymphocytes produced by them are poured directly into the blood. الليمفوسايتس اللي بتتكون فيها بتدخل على الدم على طول لانها موجوده حوالين الايه؟ حوالين الابدومن الاورطه. لو حضرتك شفت كركس او ذبيحه بتاعه رومنانت هتلاقي في حوالين الابدومن الاورطه او شال ابهر البطن حواليه الهيمال نودز دي بالشكل ده كده، دي الابدومن الاورطة اهو، لو فتحنا في اي كاركس كده دي الابدومن الاورطة هتبقى هنا كده، دي هتلاقي حواليها الايه؟ الليمف نودز بريزنت ان ذا رومينانت ان ريليشن تو ذا ابدومينال اند ثوراسيك فيسرا، موجوده في المنطقه بتاعه البطن والصدر دي، بيسموها الهيمال نودز بالشكل ده. ادي الهيمال نودز جايب لك صور كتير توضح تواجد الهيمال نودز اهي حوالين الايه؟ الاورطة بالشكل ده كده، اهي دي الهيمال ايه نودز حوالين الابدومن الاورطه، دي مش موجوده غير فين؟ غير في الرومنانت بالشكل ده. ادي الاورطه وادي الهيمال نودز اهي في منطقه الصدر ومنطقه الايه؟ البطن. دي بيسموها اكسسوار سبلين، دي لا لها افرنت ولا افرنت مع انها ليمفاتيك نودز، الليمفوسايت اللي بتتكون فيها بتدخل الدم على طول، ما لهاش لا افرنت ولا افرنت ليمفاتيك فيسز، يعني مش داخل لها افرنت وخارج منها ايه؟ افرنت، ما فيهاش الكلام ده، مش زي الايه؟ الليمف نود العاديه. الهيمو ليمف نودز انترميديت تايب بتوين ذا ليمف نودز اند ذا هيمال نودز، دي عباره عن حلقه وسطيه ما بين الهيمال نودز وما بين الليمف نودز. زي ما بي كونسيدرز از ايرلي ستيج اوف ترانزيشن اوف ذا ليمف نودز انتو هيمال نودز، هيمال نودز اللي كانت ممتلئه بالدم في مرحله وسطيه ما بينها وما بين الليمف نودز بنسميها هيمو ليمف نودز. يبقى الهيمو ليمف نودز اللي قدام حضرتك دي لو خدنا فيها هيستولوجيكال سيكشن هبان بالشكل ده كده، نوضح في الهيستولوجيكال سيكشن ده ان السب كابسولار ساينس بيبقى فيلد ويز ميكتشر اوف بلاد اند ذا ليمف. ده الهيمال نودز كانت مليانه بالايه؟ بتملأ بالايه؟ بالبلد بس، انما الهيمو ليمف نود بتملأ بالبلد والليمف. بعد كده دي مرحله اوليه من الليمف نود. الليمفو سنتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن جروب اوف ليمف نود، مجموعه من العقد الليمفاويه ذات اوكير كونستانتلي ان ذا سيم ريجن في اماكن محدده اوف ذا بودي اند ريسيف افرنت فيسل of the same region وبتستقبل الافرنت فيزل من نفس المنطقة in all animals في كل الحيوانات. يبقى لو قلنا هنا زي مثلا مانديبولار ليمفو سنتر بيكون من مجموعة من الليمف، المجموعة الليمف نود دي موجودة في كل الحيوانات وفي نفس بتستقبل افرنت فيزل من نفس الاماكن، ده في الدوج بالشكل ده كده، مجموعة الليمف نود اللي متواجدة بثبات في كل الحيوانات وبتستقبل افرنت تستقبل الليمف من نفس الاماكن في كل الحيوانات دي يسموها ليمفو سنتر في الكائن. يبقى الليمفو سنتر ده مصطلح بيطلق او مركز ليمفاوي يطلق على مجموعه العقد الليمفاويه اللي موجوده في اماكن محدده وبتستقبل افرنت فيسلز من نفس الاماكن ومتواجد بثبات في كل الحيوانات، نقدر نقول عليه ايه؟ ليمفو سنتر. ليمفو سنتر ده في الهورس، ده في الاوكس، واحنا بنركز في دراسه الليمفاتيك سيستم على الاوكس عشان الميت انسبكشن فحص اللحوم، في البيج
مجموعه العقد الليمفاويه اللي موجوده في نفس الاماكن وبتستقبل افرنت جاي لها اوعيه ليمفاويه وارده من نفس المناطق دي، بيسموها الليمفو سنتر. لما نشوف بقى الفرق ما بين كارديو فاسكولار سيستم والليمفاتيك سيستم، الاثنين بيبقوا درايف فروم ذا ميزوديرم، الاثنين بيشتغلوا كترانسبورت سيستم، الاثنين عباره عن جهازين ناقلين، ناقلين للكارديو فاسكولار سيستم اللي الدم، سواء بقى دم شرياني يستقبل الدم الوريدي اللي فضل من الدم كانترستيشال فلويد يستقبله الايه الليمفاتيك سيستم. ده سنترال بامب. الكارديو فاسكولار سيستم في مضخه وسطيه في النص اللي هي القلب، انما نو ايكويفالنت، ما فيش في الليمفاتيك مضخه راسيه. ده بيشتغل ازاي؟ قلنا الموفمنت بتاعته بتبقى باسيف، انما هنا القلب بيضخ الدم والهيدروستاتيك بريشر الضغط اللي جاي من الجانب الشرياني يمشي الدم في الجانب الايه الوريدي، انما مفيش سنترال بامب او مفيش مضخه في الليمفاتيك سيستم. ده الموفمنت بتاعته بتعتمد على الباسيف موفمنت. الفينز فور ريتيرن، هنا الليمفاتيك فيسز فور ريتيرن اللي بيرجع الدم هنا الفينز، هنا اللي بيجيب الليمف خلال الجهاز الليمفاوي بيمشي فين؟ في الليمفاتيك فيسز. او ده كاري ار بي سيز والواي بي سيز والبلازما، انما ده بيبقى كاري للوايت بلاد سيلز والبلازما، ما فيش ار بي سيز. دي كانت نقط بسيطه للكومباريتيف ما بين الكارديوفاسكولار سيستم والليمفاتيك سيستم. ارز ليمف فيسز فاوند ان اول تيشو، وهل كل الأنسجة فيها ليمف فيسلز؟ الإجابة تبقى إيه يا جماعة؟ يعني آر زي ليمف فيسلز فاود إن أول تيشو؟ لا طبعا، الإجابة نو. ليمفاتيك فيسلز أر فاوند إن أول تيشوز with exception of the tissues devoid of connective tissue. يبقى الليمفاتيك فيسلز تتواجد حيث يتواجد النسيج الضام. غياب النسيج الضام من أي عضو معناها إن مفيش ليمفاتيك فيسلز. نشوف بقى الاماكن اللي ما فيهاش tissues devoid of the lymph vessels، الاماكن اللي ما فيهاش lymphatic vessels. البارانكيميتس بورشن اوف ذا اورجان، ركز معايا، بارانكيميتس بورشن اوف ذا اورجان such as liver, spleen, tonsils and lymph nodes والبون مارو. ده انت تقول لي lymph nodes دي اصلا lymphatic organ. الجزء الخلوي ومتن العضو نفسه اللي ما فيهش connective tissue، الجزء في الخلايا وما فيش كونكتيف تيشو، ما فيش ليمفاتيك. السي ان اس اكسبت المينينجيس، النسيج العصبي كله ده عباره عن خلايا عصبيه ما فيش كونكتيف تيشو، امال المينينجيس ده عباره عن 3 شيتس من الكونكتيف تيشو على البرين، يبقى في كونكتيف تيشو، يبقى في اوعيه ليمفاويه موجوده فيه، انما السي ان اس ما فيهش اوعيه ليمفاويه او ما فيش نسيج ايه ليمفاوي. الامبليكال كورد ما فيش اي نسيج ضام، ما فيش ليمفاتيك فيسلز. الفيتال ميمبرينز، الاغشيه الجنينيه ما فيهاش ليمفاتيك فيسلز. الهايلاين كارتريج، الابيثيليال لير اوف ذا سكين، الابيثيليال لير دي عباره عن خلايا طلقيه، انما الديب لير بتاع السكين اللي فيها كونكتيف تشوف فيها ليمفاتيك فيسلز. الكورنيا اوف ذا اي واللينس اوف ذا اي دول من طبقات العين، الكورنيا اللي هي قرنيه العين والعدسه العين، دول مش موجود فيهم ليمفاتيك لان ما فيهمش كونكتيف تشو. دي الاماكن اللي ما فيهاش كونكتيف تيشو، قلنا البارانكيميتس بورشن اوف ذا اورجانز والسي ان اس اكسبت المينينجيس، الامبليكال كورد، الفيتال ميمبرين، الهايلاين كارتريج، الابيثيليال لاير اوف ذا سكين والكورنيا اند لينس اوف ذا اي. ايه التشابه ما بين التيشو فلويد والليمف؟ طب ما هو الليمف جاي من التيشو فلويد اصلا، يعني هو التيشو فلويد اللي هو النسيج البيني السائل البيني اللي موجود في الانسجه بيخرج منه الليمف. هنشوف التشارت اللي جاي دي السيميلاريتيز بوست تيشو فلويد اند ذا ليمف اوريجينيتد فروم ذا بلازما، تيبيكالي كولرليس اوفن كومبريس اوف ا سيميلر كومبوزيشن، زير فلو اوكير ديو تو ذا ماسكولار كونتراكشن ان ذا بودي، كولكتد باك اند بوش باك انتو ذا سيركوليشن انفولفد ان مينتيننج ذا فلويد بالانس اوف ذا بودي انشور ريموفال اوف ذا ميتابوليك ووست. الاثنين جايين من البلازما والاثنين بيتحركوا بحركات الجسم والماسكولار كونتراكشن والاثنين تقريبا لهم نفس الكومبوزيشن. ده التشابه ما بينهم. الاختلاف ما بينهم بقى التيشو فلويد فاوند اون بتوين ذا سيلز اوف ذا تيشو، السائل البيني موجود ما بين الخلايا بتاع النسيج، انما الليمف موجود داخل الليمف فيسلز. الرول دي طبعا بتوصل النيوترانت ماتيريالز والاكسجين للخلايا،
انما دي بقى بتعمل ريموفال للميتابوليك ووستس والانفكشوس اورجانيزمز فروم ذا تيشو. ده الانترستيشال فلويدز اللي هي جت من الدم، جت من الارتي تطلع لفين، دي بتوصل النيوترنت ماتيريال للانسجه وتوصل الاكسجين. انما الليمف نفسه بياخد ايه؟ بياخد الوسط برودكتس، الميتابوليزم اللي فضل واللارج بارتكلز اللي فضل والاورجانيزمز الانفكشوس اورجانيزمز الميكروبات اللي موجوده بيستقبلها الليمف. دي ممكن تحتوي على فاجوسايتس، دي ليمفوسايتس، دي الانترستيشال فلويدز ما فيهاش فات. انما هنا الليمف بيحتوي على فات في الانتستين، قلنا اللاكتيلز الكابيلاريز الليمفاتيك كابيلاريز اللي موجوده في الامعاء بنسميها لاكتيلز، بتستقبل الليبيدز والليبيد سوليوبل فيتامينز، ونسمي السائل اللي ماشي فيها الكايلي لان لونها بيبقى ايه ميلكي. فدي كانت السيميلاريتيز والديفرنسز بتوين ذا تيشو فلويد اند ذا ليمف. الى هنا ينتهي حديثنا، الى لقاء اخر ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.